اهلا بكم، مساء الخير. النهارده الحلقه الثالثه من فن نجاحك بعلاقتك، حلقات 8 حلقات في 8 ايام. اي حد عايز ان هو ينجح بعلاقته كل ما عليه ان هو بس يتابع الثمان حلقات. اول حلقه كانت ازاي تعرف ان انت معجب بشخص او هو معجب بيك، تاني حاجه ازاي تتاكد ان الشخص ده مناسب ليك. حلقه النهارده مهمه قوي وخطيره وقويه او محوريه قوي. ركزوا معايا بقى وتعالوا نبتدي. والناس اللي بتسأل ازاي تتواصل معايا، عندنا الانستجرام والفيس، تقريبا كلنا بنعمل بث مباشر لايف نرد على اسئلتكم، والرابط دي في وصف الفيديو اول تعليق. وعندنا كمان قناة تانية للكرة، يا ريت تدعمونا فيها برضو، الرابط متثبت في وصف الفيديو. افضل طريقة بقى للفت الانتباه، وهي دي حلقة النهاردة، الحلقة الثالثة من فن النجاح بعلاقتك. لو اتغشمنا، انا بحب اجيب من الاخر، لو اتغشمت في الحتة دي هتخسره او هيعرف ان انت غشيم، ومفيش بني ادم يعني بيحب الشخصية اللي هيرتبط بيها تتصف بالصفة دي. وان انت تروح دايركت، يعني انت لو ولد رحت دايركت قلت لها انا بحبك او معجب بيك، هتحس ان انت بتلعب بيها حتى لو هي معجبة بيك، او هتحس ان انت بتتسلى. ولو انت بنت ورحت قلت له كده هيحس ان انت جريئة زيادة عن اللزوم ومش اول مرة تقولي كده، وهيقلق منك وياخد فكرة وحشة عنك بصراحة. يبقى افضل طريقة ايه يا عم محمد يا ابو زيد عشان ما نطولش علينا؟ التدرج في لفت الانتباه. اول حاجة الف ب عشان تلفت انتباه اي شخص، لازم تهتم بمظهرك، واللي يقول لك غير كده يبقى ما يعرفش حاجة، اشتري مني. دي اول حاجة، مظهرك، شياكتك، نظافتك، ريحتك. من الاخر انا بجيب كلام سهل وبسيط اي حد ممكن يفهمه يعني. ده لازم، اوعى تكون مهمل في نفسك كده وفي الحاجات دي وفي التفاصيل دي والكلام ده. تاني حاجة لازم تبقى في الصورة، ما تخرجش بره الصورة، ما تخرجش بره الإطار بتاع الصورة. لازم، أيوة، إيه المشكلة لما تفتعل موقف عشان يشوفك؟ إيه المشكلة؟ لأن أنت عارف إن هي أو هو بيروح يقعد على الكافيه ده أو بيروح المكان ده، ما تروح المشكلة مرة ولا اتنين يشوفك. لو في فرصة إن أنت تتكلم معاها أو معاه بحكم الزمالة أو الدراسة أو الدراسة أو القرابة أو الجيرة، ما تتكلم. ايه المشكلة؟ وتكلم بأدب، يعني انا بفتح او انت بتفتحي كلام معاه، ايه المشكلة؟ بشكل عادي انا بتكلم عادي بحكم ان انت شخص محتاجة منك مساعدة، محتاج منك مساعدة، بستفسر عن حاجة، بسألك على حاجة. طب حد ممكن يقول لي ما هو ممكن يرفض، هجاوب عليكم، بس خليني اقول برضو عشان احنا بننسى. يا جماعة انا قلت انا بعمل الحلقات دي بناء على اسئلتكم، لاني مش بقدر اجاوب على الكمية دي كلها على الخاص، وطلبت منكم ان انتوا تدوسوا لايك بالذات لحلقات العلاقات دي عشان توصل لاكبر قدر من اصدقائنا. في ناس مدبوحة يا جماعة وبتعاني ومش عارفة ان هي تعمل ايه في العلاقات، وقلنا احنا كلنا عيلة واحدة مش هنخسر حاجة. لو انت شايف ان هي مفيدة يبقى هتفيد غيرك، هتدوس لايك وتشير الحلقة دي لاي حد تعرفه، هو شيرها لاي حد. احنا قدمنا معلومة، الافادة لما توصل لاكبر قدر، ايه المشكلة؟ ما هو ده دورنا. انت عارف حاجة ما تبخلش بيها على حد، عشان لما تقع في مشكلة انت كمان ربنا يوقف لك اللي يساعدك او تلاقي اللي يقف جنبك. فده طلبي دايما في الحلقات بتاعت العلاقات ايه تحديدا. لا، انت لو هو معجب او هي معجبة خلي بالك مش هتضيع الفرصة لو انت دخلت بطريقة شيك محترمة ومؤدبة. هي دي الخلاصة، هي دي مربط الفرس. بمعنى خليك انت شاب ومعجب بإنسانة، تمام، وتأكدت خلاص شروط الحلقة الأولى والتانية انطبقت معاك عشان كده انت مكمل معانا والدنيا تمام. انت لما تروح بمنتهى الشياكة والاحترام والأدب والكلام ليك انت كمان والتفاهم كده وتتكلم معاها، هتسيبك وتمشي؟ هتضربك بالقلم يعني مثلا؟ يعني هو انت عملت ايه عشان تتعاقب عليه؟ وخلي بالك اللي معجب المفروض ان هي لو معجبة بك او متقبلك في البداية مش هتعمل كده، وهو نفس الكلام يعني مش هيضيع الفرصة من ايده، مش هيقطع ويقفل الابواب مرة واحدة. لو عمل كده يبقى غبي او تبقى غبية، يبقى غشيم، يبقى شخصيته محتاجة تعديل، لان مفيش انا بالعقل، تعالى نحسبوها بطبائع البشر. انا معجب بحد وهو فيه، هو مش جاي يقول لي بحبك او معجب بك عشان اسيبه وامشي. خلي بالكم في فرق، لان في بعض البنات بتقول لي ممكن تقول لي انا بعمل كده حتى لو معجبه، اما انت لو حسيت ان هو داخل يستظرف هتعملي كده ولازم تعملي كده. انما احنا بنتكلم اللي داخل بمنتهى الادب يطلب حاجه او مساعده
انت اخلاقك مش هتسمح ان هو يطلب منك مساعده تقدر ان انت تعمليها حتى لو معلومه وتسيبيه وتمشي، بالذات لو كنت زي ما احنا بنقول مستلطفه. ونفس الكلام حتى هينطبق عليك. يبقى اول علامه قلنا خلاص، او اول حاجه قلنا خلاص، ان انت تهتم بمظهرك بستايلك بريحتك الحاجات التفاصيل الصغيره دي. تاني حاجه ان انت تتدرج، وهنا بقى بنقع في فخ حته الاستعجال. في الحلقة دي أنا عايز أنبهكم من حتة الاستعجال. يعني الشاب مثلا ممكن تبقى بنت خجولة وملهاش تجربة قبل كده، هي معجبة بيك، تروح أنت تتعرف عليها مثلا، تحس إن هي سابتها، ممكن تتكلم كلمتين وتمشي، أو بعد إذنك مرتبكة يا عم، إيه المشكلة؟ ما تحاول تاني، أنت مش نيتك جادة؟ هو عيب ولا حرام؟ إيه المشكلة؟ يعني أنا حد عاجبني، الغلط ان انا اروح اتعرف عليه؟ مش غلط يعني، سيبكم من اللي زرع الافكار دي في دماغكم. لو في حد شايف ان ده لا مش غلط، ايه المشكلة؟ انا حد عاجبني، حسيت ان ده نص التاني هيكملني، حسيت ان ده اللي هيساعدني. احنا بندور في الحياة دي على ايه غير كده؟ شخص يساعدني ويفهم. ايه المشكلة لما انا غرضي او انا هدفي صريح ومحترم؟ ايه المشكلة لما اقرب منه يعني؟ ايه العيب والغلط في كده؟ ما اروح اتعرف عليها او عليه بس بطريقة محترمة، افتح كلام ومجال. والطرف التاني لو عايزك ممكن اول مرة ما تحسش منه، تاني مرة يعني لو تقلت او تقل اول مرة هتلاقي تاني مرة يستجيب. استحالة، دي النفس البشرية وطبيعتها، ما تضيعش حاجة بتحبها او عايزها من ايدها بالغباء ده. حاجة بقى الاستمرارية. يعني ايه الاستمرارية؟ يعني ما تروحش من اول موقف تبدأ تقول ده مش حبيبني او انا مش في تفكيره والكلام ده. طول ما انت شايف في ربع فرصة استغلها. يمكن يكون هو الموقف ده كان ما كانش عايز حد يشوفه، كان وراه حاجة، كانت وراها حاجة، مستعجل، بيتقل عليك حبتين عشان ما يحسكش ان هو مدلوق عليه. مش من اول مرة تقفل الباب كده وتضير وشك، لان الاشخاص المناسبين لنا صعب ان احنا نلاقيهم في حياتنا كتير، فلازم نتريث لما نلاقي حد خطفنا او شددنا كده وما نضيعش الفرصة. حاول تاني وبأدب، ما دام انت ما غلطتش محدش هيغلطك، خلي بالك. ما دام انت ما عملتش حاجة غلط انا مش هاجي اقول لك انت عملت غلط، هجيب الغلط منين؟ هي كده. ودي النصيحة، 3 حاجات امشي عليهم، ودي افضل طريقة مهما سمعت من طرق تانية ان انت تصارح اي حد مهما كان ثقافته وبيئته وعمره اي حاجة. اول حاجة تهتم بنفسك، عشان هو في البداية ما يعرفش شخصيتك، ولكن في البداية المنظر كده بيبقى يعني هو اللي شايفه. يعني الشخصية لسه بقى هناخدها في الحلقة القادمة اختبار صدق مشاعره. انت راقبت من بعيد، عرفت ان هو ظروفه وسكنه وبيئته وبيته وعلمه ينفع لك، ودي اللي خدناه في الحلقة اللي فاتت. في الحلقة دي بقى انت عايز تلفت انتباهه، زي ما قلنا المظهر ده لازم انت تهتم بنفسك ومظهرك. تاني حاجة التدرج في التعرف عليه، ودي وضحناها. تالت حاجة الاستمرارية، طول نفسك. ايوه طول نفسك، ما هو اللي عايز العسل لازم يستحمل قرص النحل، او مفيش حلاوة من غير نار. لو انت شايف الشخص ده حلاوة يبقى لازم شوية نار شوية تعب. اللي عايز حاجة لازم يتعب ولازم يجري وراها، بغير كده مش هتجيلك مكانك. ايه الخلاصة؟ يعني فلسفة الحياة معروفة، وما تحاولش يا جماعة ما نخترعش فلسفة حياة احنا، ما نبقاش عارفين ان الحاجة دي 1 2 3 ونقول لا هي 2 3 4، مفيش الكلام ده. ما نخترعش فلسفة حياة، الحاجات واضحة قدامك، عايز اعمل، مش هتقدر تعمل يبقى ما تقولش انا عايز. معلش انا ممكن اكون يعني صريح في الحلقة دي، بس انا بجيب من الاخر، ما هو عشان بعد كده ما تتصرفش انت غلط. وبعد كده اصل في بعض الناس يتقول لك انا ماليش حظ ومش محظوظ والكلام اللي احنا بنسمعه ده. وانا بأسف وبزعل لما الاقي حد من عيلتي بيبعت لي ان هو مجروح او تعبان، او مفيش حد بيحبه، او مفيش حد بيكمل معاه، او الناس بتهرب منه عشان انت بتتصرف غلط. مش هتخسر حاجة لما تسمع ال8 حلقات دول وتتصرف صح. اخر طلب ليا، يا ريت تشاروا الحلقات دي وتدوسوا لايك عشان توصل لاكبر قدر. موعدنا بكرة ان شاء الله الحلقة الرابعة، اختبار صدق مشاعر. الى اللقاء.